لجأ المغرب إلى العنف والبلطجية. طبعا هي تصرفات رعناء ومعاكسة للشرعية والأخلاق والأعراف الدبلوماسية، وعليه فله أن يحصد نتائج وثمار سياسته التوسعية والعدوانية على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومن نتائج عمله هذا العنف الجسدي واللفظي هو عزلته، فهو يعاني من عزلة أثناء هذا الاجتماع وبعد هذا الاجتماع. الوزاري باليابان يعاني عزلة إفريقية ودولية، وحتى من اعتبرهم أصدقاء